على مزيكا فام. أول مرة على الشبي. أول مرة. يخوض تجربة من نوع هذا. أول مرة وآخر مرة راه كاميرا كشي كاو. لا جربت وضرب جربت. ما فهميش. لا باش نغير توجه كومبليتمون توا باش. على ذكر التغيرات. الموسم القادم. الموسم القادم. سيكون على الشبي في قناة التاسعة ولا؟ لا في قناة التاسعة. أنا عقدي مع قناة التاسعة وحتى الشغل اللي اشتغلته كان طبعا مع شركة كاكتوس اللي تشتغل مع قناة التاسعة فهمت؟ دونك عام جاي باش يكون تغيير كامل في نوعية البرامج كاويزي. عندي ما نقول لك. باش نبدل كومبليتمون باش نرجع للمنوعات الكبيرة. هادي باش نزاحمك شويه المره هذه مو مش في جوك. لا مش في جوك مش في جو في جو شمس الدين باشا. لا لا با دي تو مش في جو عبد الرزاق كومبليتمون اختلاف. وفي المباشر زاد على امتداد 4 ساعات باش تكون منوعه في الحجم اللي توا نقول بعد 25 سنه خدمه راني قادر على اداره منوعه مباشره طبعا. واخي اول اذا بدايتك كانت بالمنوعات الكبرى. لا توا لا باش نخوض هالتجربه بثقلي الكل معناتها المره هذه جو في معناتها باش نركز في العملية بشكل جيد. خليني نذكر يمكن جيل كامل ما يعرفش انه على الشبي وقت اللي كان عنده منوعات السبت كان يزاحم في الكبار وقتها. اي وقتها وكانت عنده على القناة الوطنية وقت قناة السبعة كانت عنده لمدة 3 سنوات منوعة السبت سهرت السبت زادة في حنبال ذكرى محمد واسماء كبيرة واني شاكر وغير 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 كانوا يضيف عليك. ستعود لهذا الجو؟ انا قلت لك مختلف كومبليتمون. ايش قولك في منوعة شمس الدين؟ ممتازة جيدة والله يتفرج فيها مرتي. شمس الدين عمل قاعدة فنية رائقة فما جو فما ما يسمى في الموسيقى بالشخلة عرفت فما تشخليعة فما موسيقى فما فرجة حق معناتها ما واحد فنان يقود منوعة رائعة عملية مهمة. كرتاج بلوس فقت به فقت بالتريك إيسايتي إيسامار شي مشيت. هو الجو اللي استخدمته انت في عندي ما نغني لك كذلك. هو جو عندي ما لا هو جو عندي ما نغني لك صحيح لكن خدمه في اطار اخر بلو مودرن حق تاع ربي في مستوى الديكور في مستوى حتى تنشيط حتى شمس الدين كي نشط ما قالش راني منشط هو مطرب هو فنان كي خاض دور المنشط خاضه بفيانه وبفن ايسايتي. خولة السيماني تقدم كذلك منوعة في فوالا هنا بالمناسبة زاد عندنا غنية ليك لور في الشبكة البرامجية على قناة التاسعة محتوى آخر مختلف تماما. علاش مش عليه هو اللي يقدم؟ لا ما مشيتش فيها الحق بتاعك. علاش؟ لا ما هو الجوي قلت لك ما عادش نحب نعاود اسمعني علي. ما نحبش نعاود تجربة عندي ما نغني لك تعرف أنا وياك عندي لكن هذه مش عندي ما نغني لك. لا أنا عندي ما نغني لك أنا وياك وتعرف كيفاش جات عندي ملغي كان التعويض لإيقاف برنامج عندي ما نقول لك يا أخي رصتنا عامين نخدموا فيها ولا 3 سنين ما حبيتش تقف فهمت هذه أما هذه نشوفها كذلك. لا 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 لا, لا ما هو أنا قلت لك باش تراني في شكل مختلف تماما هذه مختلف كومبليت مع بوشناق مع لا شوف محتوى هذه غنية ليهم محتوى راقي حق نتاع ربي مش معناتها أنا مش منوعات راقية لا ما هوش المحتوى معناتها محتوى فني راقي فيه تخصيص لأعمال قدمها الفنان لطفي بوشناق لمجموعة من الفنانين الشبان وتتويج لأعمالهم في إطار مسابقة فنية وغنائية يقدم فيها منتوج لطفي بوشناق. أنا ما كانش ما موقعش الاقتراح عليا روا وأنا ما مراش روحي في غريبة في شو غريبة يا ولدي غريبة وعجيبة تعرف كلك فيش الرا روحي تتفكر بيبو باودو في الرايون أنا الرا روحي في الشكل ذاك تتفكر مثلا ما نعرفش ما قدمت رافائيل لاكارا في 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 زمن التسعينات في أوج المدرسة الإيطالية التلفزية الإيطالية أنا جو بونس وقيت باش ترجع المدرسة هذيك توا. فما من الدعائم المادية اللي ينجم يخليك فوالا منوعة بالطريقة الكلاسيكية ما فماش دعائم مادية فماش مردود للاستشارة منوعة بالطريقة اللي بالأسلوب المختلف ممكن تجيب معناتها بالنسبة لي أنا فهمت دونك عندي ما نقول لك ما عادش باش تنشطوا والله من الأول كنت نخمم نعمل تولك شو سوسيال بعدين بعد رمضان عدلت وأنا نصور في الكاميرا كشي بدلت رأيي كومبليتمون. هذا قرارك أو قرار الإدارة؟ مش قرار لا قراري أنا شوف باش نبداو واضحين انا راني من الاداره ساعه موافقه معايا وانا راني ما نسمع ما نتلقاش تعليمات من اي كان باش يقول لي بدل برنامج ولا
وقف برنامج ولا أنا نوقف برنامج وأنا نواصل فيه. تعرف طبيعتي هذه. أي ما فما عقود فما التزامات. استنى وفين بعقودنا والتزاماتنا. بالنسبة لي أنا البرامج الاجتماعية على شكلت عندي ما نقول المسامح كريم انتهى زمنها منذ 4 سنوات سي سيفيني انتهى الموضوع. تتفكر الأمور جدية مثلا أمور جدية أنا كنت من كنت السبب في إيقاف برنامج أمور جدية. جيت سامي قلت له يفوق كوناريت هذا يا منشط وستة كرونيكار موجودين أرى انتهى زمنها سي سيفيني موجودين اليوم. يا ولدي أميني قدمها يا ولدي أنا نحكي أنا هذا موقفي وهذا رأي. فيصل الحذيري قدم يا ولدي يقدم اللي يحب جعفر علي الزملاء أحرار يخوضوا التجارب هاو يعملوا في نسب مشاهدة. يا ولدي أنا نظرتي أنا نظرتي بالخبرة اللي عندي أنا البرامج الاجتماعية انتهت برامج الكرونيكور انتهت هذا نظرتي مع احترامي للزملاء اللي يعملوا في البرامج هذه وراني لقدحت في حتى واحد ولا هجمت حد شوية لا لا جعفر لا شوية زرقت الجعفر لا عليه يا أخي قلت جعفر يمثل لا قل لا ريت معناتها تحب تعمل لي كموسة أولا جعفر خويا ساعة جعفر قائق نشط بدور الممثل مش هو يمثل على عباد يا ولادي نجح في صف قلبك ويعطيه الصحة وبركة وعمل ديكا يفتقوا معناتها أكثر منك نجح ما نقول هذا الجمهور يفرق انت اسمع تنتظر باش نقول انا اكثر منه ما تعرفني لن هاجم زملائي لن قرر روحي بروحهم بالعكس نتمنى الناس الكل تنجح ويعطيهم الصحه واللي يبذل مجهود بيعطيه الصحه نوفل امين قارة شكون من كريم الغربي كل الاولادي من الانجح في البرامج الاجتماعيه شكون انت تعرف عاد من كان رائد البرامج الاجتماعيه في تونس ومن تفوق في نسب المشاهد انت تعرف انت كنت انت المقدم تاع برنامج عندي ما نقول لك هادي وتعرف تعرف ماذا حقق تو انت هيك او سي مش البرنامج انتهى المضمون انتهى يا يتطور كنت باش نطوره قلت لا يزي 13 سنه اوكي في بالك هكا حبي وعصفورتي بنت عمرها 14 سنه تو تولدت شي عندي ما نقول لك تحكي بجدك بيان سو تتفكر على الكا هذيك اللي جبتها انت هذه الكا هذيك تو بنت عمرها 14 سنه من مواليد عندي ما نقول لك والله نعمل لها تحية والله قسما بالله لما صار حديث على إمكانية هل زعمة على الشيبي نجم يرجع الحوار ولا ما يجمش يرجع الحوار أنت وقتها قلت أنا مرتبط بعقد مع قناة مرتبط التاسع. يودي غدو يكتب المكتوب نرجع الحوار نمشي عبد الرزاق نمشي يقول نمشي القناة يودي نمشي حتى الوطنية عبد الرزاق أنا درتهاش ليلة ومليلة في القنوات الكل خدم فيها مرة عبد الرزاق الشيبي يقول على أنجح في الحوار قالها وقت عبد الرزاق راني في الحوار خاطر قاعدة ليتيكيت انت عندي ما نقولك انا ليتيكيت عندي ما نقولك باش نتخلص منها ونخلصكم منها الناس كل هات نجيب لكم حاجه اخرى ماهيش كيما عندي ما نقولك شويه هل فعلا كنت انجح في الحوار ولا ليه لا ابدا ليه انت ليه؟ انجح في التاسعه يا ودي اخي انا ما بديتش في الحوار بديت وما بديتش في حنا بعر لا ما بديتش في حنا ما بديتش في الوطنيه في قناه 21 بديت في قناه 21 عام 95 راهو يا هديك ربي راهو ربع قرن رتب لي نجاحك شنو رتب لي نجاحك نجحت في المرتبه الاولى في قناه 21 المرتبه الاولى شنو اكبر نجاح كان في قناه 21 لا كان في قناه 21 بلا منازع في المرتبه الثانيه كانت الحوار المرتبة الثالثة الوطنية مشيتش معايا الأمور برشا لأنه الوطنية رغم اني والله تركيبة معقدة في الوطنية اخزر نحكي لك الوطنية راهو 15 سنة تاتي عمل فيه يا اخي خرجت مطرد من الوطنية ولا خرجت مستقيم بلبزتها يا ولدي وبلبزتها ما نجبدوش التواريخ خاطر عملت عمايل باش بلبزتها فك علينا لا اقف هنا عليه لا ما نقفش هنا تعدش بيك اي شو تجبد في التواريخ توا مش نجبد في التواريخ مهم هذا للتاريخ شنو انت في الوطنيه من المدلل شنو من المدلل والى اليوم الوطنيه مدرستي الاولى أما انت خرجت بارادتك ولا هم تخلوا عليك لا صارت بلبيزه وقتها انت بلبزتها انا بلبزتها علاش بلبزت عروكات مع مديريه التلفزه وقتها لانه العقليه الاداره وقتها عقليه سبابا وجات اداره اخرى وكل اداره تجيب الكلوم تاعها خرجت وقتها ومشيت خدمت وقتها في الراي تي في مشيت خدمت في الكويت انت في بالك شي في بالك انت خدمت 6 اشهر روسك تبارك في بالو حتى واحد 8 اشهر خليت البلاد يا ولدي مشيت خدمت في الراي تي في اش تحكي انت اش خدمت في ورجعت اش علينا يا ولدي امشي تعدى لبست قميص وعقال لا 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 نشطت يا ولدي برنامج طلق شو امور مليتي قديمه الحكايه عام 2002 راهو اش تحكي نحكيو في تاريخ عندها 20 سنه ما اي ما معناتها خرجت بغصه من التلفزه لا غصه لا شيء عليها انا كان عيني تو باش نرجع للتلفزه نرجع للوطنيه راهو
تعرف مشكلة الوطنية شنو؟ في نتمنى أنه البناية هذيك ضخمة تكون في ضخامة العقول المسيرة واللي تدير التلفزيون. عندنا بناية تضاهي بنية فرنسا تلفزيون 5 مرات. الفايدة مش في البنية، الفايدة في عقلية التسيير والقدرة على إدارة مؤسسة تلفزية تكون تقدم برامج تفيد الناس وتكون ربحية أيضا وتكون تلفزة تلفزة معناتها. علي قناة 21 الأولى، الحوار الثانية، الوطنية الثالثة، الرابعة. لا نجحت في حنا بعل زي دورد حنا بعل حنا بعل حطها قبل التسعة حنا بعل لا 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 حنا بعل حطها مع الحوار مع الحوار مع الحوار في التسعة في التسعة. ما جيتش على عندي ما نقول لك يا هادي راو انت في بالك بحاجة ولا في بالك ما في باليش ما جيتش على عندي ما نقول لك في التسعة ما جيت التو مازلت ما بديتش البرامج اللي اتفقنا فيه في التسعة مازلت ما بديتوش ما عنديش عقد اسمه عندي ما نقول لك أصلا يا عندك عامين في التسعة ييه انديباني انديباني في التاسعة أنا جيت في عليه جيت أنا في التاسعة توا في التاسعة وبش نبدأ البرامج متاعي السنة إن شاء الله بقدرة ربي معناته جيت دي باناج لعندي ما أقول لك راه